رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الكافر يا ليتني كنت ترابا
لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبة اليوم أسباب رفع البلاء. الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. هيا للفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ألا صلوا في بيوتكم ظهرا. ألا صلوا في رحالكم ظهرا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ
محمد أحمد بسيوني لصلاة الظهر من يوم الجمعة من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. معنا ومع حضراتكم اليوم خطيبا وإماما لصلاة الجمعة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام من علماء وزارة الأوقاف، وموضوع خطبة اليوم عن أسباب رفع البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ورحمته أن يرحمنا وأن يصرف عنا البلاء والوباء وأن يشفي مرضانا ويحفظ أمتنا وسائر بلاد العالمين من هذا البلاء وهذا الابتلاء، فإنه وحده هو من ينزل البلاء، ووحده بكرمه وفضله من يرفع هذا الابتلاء. أيها الإخوة المؤمنون، إن الدعاء من أفضل العبادات وأقوى الأسباب في رفع البلاء ودفع المكروه، وقد أكد على ذلك نبينا الكريم في أكثر من حديث شريف، وأكد على أهمية الدعاء في حياة كل إنسان، فهو عبادة عظيمة وفضل كبير ونعمة ربانية من المولى عز وجل أنعم بها علينا. فأكثروا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الأوقات الطيبة المباركة من هذا الدعاء: اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اشفي مرضانا وارحم شهداءنا وارحم موتانا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن إخوانكم المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وفضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام يعتلي درجات المنبر ليخطب خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى جعل مع الصبر نصرا، ومع الضيق فرجا، وجعل مع العسر يسرا، وجعل لكل شيء بداية فلا بد له من نهاية. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا أبا القاسم، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وكرِّم وأنعِم وتحنَّن وتفضَّل وتكرَّم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي، صلاةً ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمعون عباد الله، إن الابتلاء والاختبار سنةٌ من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. قال الله تعالى في محكم التنزيل: إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. وقال سبحانه: وَنَبِلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. واسمحوا لي في هذه العجالة السريعة أن ألقي الضوء على بعض أسباب رفع البلاء، والتي من أهمها صدق التوكل على الله عز وجل مع حسن الأخذ بالأسباب. فما أحوجنا في هذا الابتلاء الذي نحياه أن نصدق في التوكل مع الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومع صدق التوكل نحتاج كذلك إلى حسن الأخذ بالأسباب جنبا إلى جنب. وفي سنن الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ناقته، فقال: يا رسول الله، أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ولقد عاب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه على شريحة من الناس، نعم، لم يتوكلوا على الله عز وجل حق التوكل، وفهموا التوكل فهماً خاطئاً حينما ذهبوا إلى الحج بدون زاد. فقال لهم سيدنا عمر: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: لا، بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه ثم يتوكل على الله عز وجل. ولله در من قال: توكل على الله في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب،
ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، ولو شاء لأدل الجزع من غير هزة، لكن كل شيء له سبب. ثانيا، من أهم الأمور التي ينبغي علينا أن نتحلى بها ونحن في هذه الآونة حتى يرفع الله عنا هذا الوباء، لزوم فعل الطاعات والاستغفار لله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: إن أهل القرى إذا اتقوا ربهم سبحانه وحفظوا حدوده وأوامره فتح الله عليهم أبواب الخير من كل ناحية، مصداقاً لقول الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله أيناهم ما أنغدقا، فما أحوجنا إلى لزوم الطاعات وكثرة الاستغفار التي تفرج الهم وتكشف الكرب. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثالث هذه الأمور التي نحتاج إليها ونحن في هذه الآونة حتى يصرف الله عنا ما نحن فيه، أن نفوض الأمر إلى رافع السماء بغير عمد. فإذا توكلنا على الله وأخذنا بالأسباب ولزمنا طاعة الله سبحانه وتعالى، فما علينا بعد ذلك إلا أن نفوض الأمر إلى الله، وأن نفر من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته، مع حسن ظننا بأن الله قادر على أن يرفع البلاء وعلى أن يكشف الغمة. ثقوا في الله سبحانه وتعالى، ولا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تقلقوا، ضعوا نصب أعينكم قول الله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ضعوا نصب أعينكم قول الله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ضعوا نصب أعينكم قول الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنا ما نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أحمد الله تعالى إليكم، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ختامًا ما أحوجنا إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، خاصةً ونحن في حالة الاضطرار هذه، والذي أخبرنا بهذا هو الله سبحانه وتعالى من علياء عليائه، أمرنا أن نجأر إليه وأن نضرع إليه، خاصةً في فترة الاضطرار والابتلاء والاختبار. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون. ولنا في نبي الله أيوب عليه السلام أسوة حسنة، فها هو عليه السلام حينما اشتد به البلاء، حينما اشتدت به الأوجاع والأمراض والأسقام، رفع شكواه إلى رافع السماء بغير عمد. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فجاء الجواب من الله، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضرٍّ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين. أيا ربي، يا من دعاك نوحٌ فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحًا وريحانًا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت بلفظ يونس وحميته بشجرة اليقطين، يا ربي إنا مثله في كربه، فارحم عبادًا كلهم ذنوني. اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تجعلها ساعة فرج، اللهم اجعلها ساعة فرج، اللهم اكشف عنا الوباء والداء ونجنا مما نخاف، اللهم امسح على مرضانا بيمينك الشافية العافية، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وعجل لنا بالفرج، واجعل بلدنا أمناً أماناً، سلماً سلاماً، وسائر بلاد العالمين، إنك ربي على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا ومولانا الإمام الحسين، وعن جميع آل البيت الطيبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، الله أكبر. الله الله أكبر، الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير صلاة الجمعة، نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا إماما وخطيبا فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام، كما كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة الشيخ محمد أحمد البسيوني.